هيا أمورة. أهلا وسهلا. ما شاء الله عليكي، أنت كتير حلوة قمر. شكرا. هذا منتجع صيف يا صيف عرجعت حبيبي. مزبوط؟ أي مزبوط، توقعته أحلى من هيك. ماشي الحال. حبيبتي وين الطباخ اللي عندكم؟ طباخ؟ ايه؟ انت هون ما عندكم طباخ؟ ايه عنا طباخ، بس ولا كل الموظفين طلعوا open day. شو هاد؟ open day يعني يوم ترفيهي للموظفين. قلتي لي ترفيهي، طيب وليه ما اخدوكي معهم على الترفيهي؟ يعني مو حرام تضلي هون لحالك؟ انا ضليت هون مناوبة. يترفهوا على مهلهم، بدي تعطيني غرفة نظيفة ومرتبة، يعني ترفيهية كمان؟ لأنه أنا بدي أترفه. حاضر. لا 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 لا، مو هلا. يا جماعة أهلا وسهلا بكل العاملين بمنتجع صيف يا صيف. الهدف من هذا اليوم هو كسر الجليد ما بين الإدارة والعاملين في هذا المنتج. معلم شفي شو هاي؟ ليش كسر الجليد؟ بعدين يا زلمة بعدين. المهم يا جماعة هلا نحن بدنا نسمع كلمة افتتاحية من المعلم شفي. تفضل. معلم شفي. أنا ضروري أحكي. تفولو. يا جماعة أنا كتير فرحان معكم وبتمنى تكونوا سعيدين بالشغل بالمنتجع كلياتكم، وأنا كمان يعني والله بحبكم كلكم وبحسكم مثل أخواتي الصغار. الله حيو المعلم، والله أنت أخونا الكبير. يا جماعة أنا محضر لكم برنامج مميز لهذا اليوم، وراح نبدأ بأول فقرة. أول فقرة بتقول التعرف بالذات، كل واحد منكم بيقول اسمه وشو عم يشتغل بهذا المنتجع. مين بحب يبلش؟ بلش بأبو علاء. أبو علاء أنت بلش من عندك، يلا. أبو علاء الطباخ. صوت أعلى. أبو علاء الطباخ. تفضلي. أهلا وسهلا فيكي، شرفتي الأوتيل. ميرسي. صحي أنا نسيت أسألك، حضرتك صاحب الأوتيل؟ لا أنا رفيقه. طيب هلأ هو وينه؟ تذكرت بالأوبن داي. تفضلي ما تبلع الضحكة. ميرسي. تفضلي. وهي الغرف كلياتها، وهي المفاتيح، فيكي وتنقي أي غرفة بتعرفي فيها. ممكن تنقي لي إياها على ذوقك؟ إيه لك ممكن، من عيوني. تفضلي.